للمزيد حول تقرير مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن تورط النظام في سوريا في تفجير مرفأ بيروت، ينضم إلينا عبر عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب الصحفي اللبناني عبر الهاتف من إسطنبول. أهلا بك سيد عبد الرحمن. بداية، مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تحقيق لها تساءلت عن ما إذا كان هناك أدلة على دور سوري في مأساة مرفأ بيروت. بداية، لماذا برأيك تم استبعاد النظام السوري من أزمة تفجير المرفأ على الرغم من أنه الأكثر استفادة هو والميليشيات الداعمة له؟ لم يتم استبعاد النظام السوري، لكن النظام السوري عمليا إذا كان له مسؤولية فعبر وسطاء لبنانيين، فبالتالي السؤال هو من هم المسؤولون اللبنانيون على هذا الموضوع، بمعنى المسؤولية الأولى تقع على المسؤولين الرسميين اللبنانيين في الأجهزة اللبنانية المعنية بالمرفأ. هذا هو السؤال الرئيسي. بالتالي من هي الجهات اللبنانية التي خدمت النظام السوري في موضوع نترات الأمونيوم؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف سمحت قوات اليونيفيل بدخول هذه الكمية من المتفجرات رغم أن القرار 1901 يعطيها كامل الصلاحية ويفرض عليها منع دخول أسلحة من هذا النوع أو متفجرات من هذا النوع إلى لبنان؟ يعني بمعنى أنا برأيي أن تقرير فورين بوليسي يوسع رقعة الاتهامات ولا يضيقها، بمعنى هو لا يحصرها فقط في النظام السوري، وإنما في أجهزة لبنانية، في شخصيات وأحزاب لبنانية، وأيضا برأيي أن اليونيفيل نفسها عليها مسؤولية وينبغي أن تسأل عن هذا الموضوع، لأنها هي تمتلك حق دولي بمنع دخول هذه الأسلحة إلى لبنان وهذه المتفجرات، وهي للأسف سمحت بدخولها نحو 2500 طن من مادة شديدة الانفجار. نعم سيد عبد الرحمن، تقرير فورين بوليسي تحدث أيضا عن رجال أعمال داعمين لبشار الأسد، وقال إنهم يمتلكون شركات وهمية هي من اشترت نترات الأمونيوم التي سببت الانفجار كما تعلم. إذا كان رجال الأعمال أصحاب نفوذ، فأين سلطة الدولة اللبنانية أم أن هناك من هو فوق الدولة في لبنان؟ هذه هي المشكلة. المشكلة أن رجال أعمال وأحزاب سياسية هي التي أدخلت هذا الخطر الكبير إلى لبنان تحت رؤية وأنظار أجهزة أمنية لبنانية وتحت رؤية قوات اليونيفيل كما أشارنا، وبالتالي هذا يدل على فضيحة كبيرة ربما لا ينجو أحد منها في لبنان، بمعنى أن الجميع مسؤولين، لأنه يبدو أن الجميع كانوا يعرفون بوجود هذه المادة من المتفجرات والجميع سكتوا عنها. ربما هل كان هناك قرار دولي بالسماح لنظام الأسد باستيراد نترات الأمونيوم عبر لبنان؟ لا نعرف، لكن يبدو أن الأمور كانت في هذا الإطار، وكان هناك صمت محلي وخارجي عن هذا الموضوع، وهذا الصمت يبرز أن كان هناك سكوت دولي عن أزمة لبنان، أزمة الدولة في لبنان، وكأن المجتمع الدولي رضي عمليا أن تكون هناك أحزاب فوق الدولة وأن تكون هناك جهات فوق الدولة وأن تكون هناك سلطات فوق سلطة الدولة، وإلا لولا هذا لما وقعت هذه الكارثة المتمثلة في الانفجار. والكارثة السابقة هي مجرد دخول هذه الكمية من المتفجرات، حتى لو لم يحصل الانفجار فهي كارثة على مستوى أداء الدولة. نعم، تقرير فورين بوليسي حدد أسماء بعينها لم يتم استدعاؤها حتى الآن للقضاء في ظل كل الملابسات التي ذكرت سيد عبد الرحمن، إلى أي مدى يمكن استدعاء الأسماء المذكورة في تقرير المجلة باعتقادكم؟ للأسف يعني بعض القوى السياسية المتحكمة في الحكومة تحاول حتى أن تشكك بالقضاء الخارجي وبهذه المعلومات وبهذه المصادر، وكأنه يراد فعليا نزع هذه المسؤولية عن بعض الأطراف وهي المسؤولة حقا وإلباسها ربما بعض التقنيين وبعض المستضعفين سياسيا إن صح التعبير. وبالتالي القضاء اللبناني برأيي أنه لن يسمح له من القوى السياسية فعلا بأن يقوم بتحقيق شفاف وسليم بهذا الموضوع أو بمحاكمة عادلة. الأطراف اللبنانية تحاول التهرب من المسؤولية وتضغط على القضاء لعدم الوصول إلى قرار قضائي حقيقي. طيب، وصول إدارة أمريكية جديدة هل يمكن أن يغير من تموضع بعض القوى في لبنان في المرحلة المقبلة؟ لا، بطبيعة الحال لبنان هو دولة مفتوحة على العالم، يعني بمعنى أن أي تغيرات إقليمية أو دولية تنعكس فورا على لبنان، وبالتالي إمكانية تغير التموضع هي قائمة، لكن علينا قبل أن نستشف ونعرف ما هي سياسة بايدن تجاه حزب الله واتجاه إيران عموما، وبعد معرفة هذه الأمور أكيد سيكون هناك تغيرات في الخريطة السياسية اللبنانية. عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب الصحفي اللبناني كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.